أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم جميعا، تحية لشعب مصر، تحية لفخامة الأخ الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحن طبعا نتحدث دوما وبأمنيات وبأشواق عن علاقة السودان ومصر. كل ما نلتقي في كل مكان نتحدث عن زلية العلاقة وتاريخية الصلات والروابط المستدامة. وفي بعض من يظن أن هذا الحديث حديث للاستهلاك، لكن هذه حقيقة. إذا قسنا مستوى التعامل بين الشعبين، نحن الآن موجود في مصر قرابة أكثر من 4 مليون سوداني يعيشون مع إخوانهم المصريين. مصر أكثر من 4000 منحة دراسية، أكثر من عشرات الآلاف السودانيين بيأتوا للعلاج سنوياً. يعني بيناتنا روابط، فعلاً روابط متينة، روابط قوية. ساهم وأسس فيها سماحة الشعب المصري وتقبله للسودانيين وشعور السودانيين بأن مصر هي فعلا أم الدنيا. إحنا لما نقول أم الدنيا لا نعني أنها هي أم للمصريين، لكن فعلا كل سوداني بيجي هنا بيجد أنه هي فعلا مصر تحتويه وتحتضنه وتقدم له المطلوب. فهذا بمثابة شكر لكل أهل مصر ولقيادة مصر للدعم الكبير اللي بيجدوه السودانيين الموجودين في أرض الكنانة. نحن بنحيي أيضاً وسائل الإعلام المختلفة اللي ظلت أيضاً تؤسس وتؤطر لهذه العلاقة، علاقة الجميع من مصلحته أنه يحافظ عليها، إذا كان رسميين أو شعبيين أو أي وسائل تعمل في هذا الأمر. واجبنا الأخلاقي، واجبنا تجاه شعبينا أننا جميعا نعمل على تقوية هذه العلاقة وإدامتها والمحافظة عليها. أبدا ما نسمح لأي تقاطعات أو لأي أهواء أو لأي أمر يعكر صفو هذه العلاقة. لأنه نحن لما أتكلم عن القوات المسلحة، الجيش السوداني عنده تاريخ قديم مرتبط بالقوات المسلحة المصرية، وما زال بعض السودانيين جذور مرتبطة بمصر. ففي كل المجالات نحن علاقاتنا قوية ويجب أن نحافظ عليها. التطورات في السودان معلومة للجميع. نحن يمكن مرينا بفترة انتقالية تعثرت، ما سارت بالصورة المرجوة. يمكن التدخلات الإقليمية والدولية و ربما غياب القوى السياسية لفترة طويلة عن الممارسة لم يمكننا من أن ندير الفترة الانتقالية متفقين سويا. كسرت الشقاقات وكسرت النزاعات، ونحن اضطرينا أننا نوقف ما كان قبل 25 أكتوبر من 19 أبريل 2009 أو من أبريل 2019 حتى 25 أكتوبر. رأينا أن الأمر لا يسير بالصورة المطلوبة، وأن هنالك مخاطر تهدد السودان وتهدد أمن السودان. لذلك توقفنا وكنا نتمنى أن يقف معنا الجميع لنراجع ما قمنا به من خطوات، إذا كانت هل تخدم المسار والانتقال الديمقراطي أم تعوقه. لكن بكل أسف بعض القوى السياسية وبعض القوى الأخرى لم تستجب لهذا الأمر، وظنت أن القوات المسلحة تريد أن تسيطر على السلطة وتزيحها، وهذا مفهوم خاطئ وغير صحيح. نحن من أول يوم سعينا لأنه نجمع الصف الوطني، وسعينا سعينا كان قبل يوم 25، حتى مع الحكومة كانت قائمة في تلك الفترة مع رئيس الوزراء السابق، وطرقنا كل الأبواب حتى تجتمع القوى الوطنية، القوى السياسية، القوى المجتمعية، كلها تجتمع على صعيد واحد لتدير الفترة الانتقالية مشتركة. لأنه
الظروف الانتقال معلوم أنه ما في تفويض لأي جهة أنها تعمل براءة. حتى نحن في القوات المسلحة ذكرنا لهم بأننا لسنا أيضا مفوضين، كلنا أتينا عن طريق شرعية ثورية اللي هي أتت من الشارع، لذلك كان يجب أن نعمل سويا، وما زلنا نمد أيدينا للجميع لنعمل سويا. نحن طرحنا موضوعين رئيسيين لإكمال الفترة الانتقالية. أولا توافق، وهذا ضروري، يجب أن تتفق القوى السياسية التي لديها الرغبة في هذا الاتفاق، والقوى الوطنية التي تؤمن بأن الفترة الانتقالية يجب أن تدار بشراكة بين الجميع. أيضا إذا ما تحقق هذا التوافق ليس أمامنا طريق غير نسير إلى إقامة انتخابات. ما في أكثر من الخيارين الاثنين، توافق بموجبه يمكن أن تدار الفترة الانتقالية أو انتخابات. هذا التوافق متى ما تم حتما سيكون لديه برنامج مختصر، لأن الفترة الانتقالية السابقة كانت مزدحمة بكثير من البرامج ولم نستطع إكمالها. لذلك رأينا أن متى ما استكمل هذا التوافق تحدد أهداف قصيرة. الآن الأوضاع الاقتصادية ليست جيدة، الأحوال الأمنية ليست جيدة، التحضير للانتخابات مطلوب، استكمال السلام مطلوب، هذه أمور أساسية. متى ما تم التوافق أو متى ما تم تشكيل حكومة يجب أن تهتم بهذه الأمور الأساسية. نفتكر أن التحضير للانتخابات واحدة من أولويات الفترة الانتقالية، الاهتمام بمعاش الناس واحدة من اهتمامات الفترة الانتقالية، الأوضاع الأمنية واستكمال السلام أيضا واحدة من مطلوبات الفترة الانتقالية. هذه الأمور يجب أن نتفق عليها كسودانيين لنتجاوز بها هذه المرحلة. نحن في القوات المسلحة أصلا مددنا أيدينا وعندنا استعداد كبير جدا أن نتعاون مع القوى المؤمنة بالتغيير، القوى الوطنية التي ليس لديها مصلحة في إقصاء الآخرين. نحن تحدثنا دوما عن مخاطر الإقصاء وأن التوافق مهم وضروري، ونحن يمكن هذه الدعوة للتوافق مش برانا نحن كقوات مسلحة، كل من أتى إلى السودان وكل من يهم أمر السودان يدعو إلى هذا التوافق، يدعو إلى وحدة القوى الوطنية حتى نجنب السودان مخاطر الانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه. زيارتنا لمصر طبعا الغرض منها إحاطة القيادة المصرية بمجريات الأوضاع في السودان ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. لدينا كثير من القضايا المشتركة ما يهمنا داخليا وإقليميا ودوليا، والحمد لله وجهات النظر متطابقة في كل ما تطرقنا إليه، إذا كان خاص بالشأن الإقليمي أو بالشأن الدولي أو وسائل مساعدتنا في السودان على إكمال الانتقال. مصر دعمت الانتقال منذ بدايته وحتى الآن لم تتوقف ولم تتردد لأنها تدعم هذا الانتقال بمختلف الطرق بمختلف الوسائل. نحن بنحيي فخامة الرئيس وحكومته على تواصلهم على اهتمام بالشأن السوداني، لأنه كلنا دوما بنردد أنه أمن السودان وأمن مصر مكملين لبعض. وزي ما ذكر الأخ الرئيس ما لناش غير بعض نحن. شكرا جزيلا. أنا ذكرت أن كل القضايا ذات الاهتمام المشترك وجهات النظر فيها متطابقة. إذا كان الملف خاص بسد النهضة، إذا كان أمن البحر الأحمر، إذا كان المعاضل في الدول الجوار السوداني مثل ليبيا، نحن متفقين أننا يجب أن نعمل على دعم الاستقرار في الإقليم، دعم التوجه النابز للعنف،
وسنعمل سويا من أجل استكمال هذه المطلوبات، لأنها تهدد أمن السودان وتهدد أمن مصر، تهدد الأمن السياسي، تهدد الأمن الاقتصادي. وحتما متى ما تكاملت جهودنا سنتجنب المردودات السالبة على هذه على بلداننا. طبعا الحوار مع القوى السودانية المختلفة اصلا ما انقطع، وهنالك حوار مستمر بين المكون العسكري والمكونات الاخرى. نفتكر انه كلنا لا فكاك امامنا سوى الحوار، ولا فكاك امامنا سوى ان نجلس سويا. المبادرة الأممية طبعا كلنا نعلم ان البعثة الأممية عندها تفويض محدد، ليس من بينها ما تقوم به الآن، لكن احنا تجاوزا ولحساسية او لضروريات المرحلة اللي بتمر بها السودان، قبلنا ان الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يمكن ان يعملوا كمسهلين للتفاوض بين الأطراف المختلفة، وفعلا هم تواصلوا مع الأطراف المختلفة والأطراف المختلفة قدمت رؤاها، ونحن ننتظر منهم الخطوة المقبلة. لكن هنالك نوايا صادقة، هنالك نوايا حتما ستقود إلى توافق. من جانبنا كل إجراءات إعادة الصيغة سنعمل عليها، أيضا نحث كل الأطراف أنها تعمل سويا من أجل القيام بالأعمال التي تعيد الصيغة وتعيد وتمهد الأجواء للحوار. طبعا التكامل المشترك دي احلامنا كلنا، احلام السودانيين والمصريين، والان هنالك خطوات حقيقيه لمسناها وجديه، لاننا نريد الطرفين عندنا الرغبه، ومصر قدمت يمكن مساعده قيمه في سبيل الربط الكهربائي. نحن نتوقع انه قبل نهايه العام حسب حديثهم ان يتم الربط الكهربائي ويرتفع الامداد الكهربائي من 80 الى اكثر من 200، فده اذا تم حتما سيسهم في استقرار الأوضاع في السودان، وسيكون مساهمة فعلا إيجابية في معالجة بعض مشاكل السودان. أيضا الربط السككي في تفاهمات جارية، الخطين مختلفين، حياة فنية المختصين هم أدرى بها، التعاون الزراعي هنالك مشروعات قائمة ومشروعات مستقبلية، وتحدثنا في هذا الأمر. نعلم مخاطر الناجمة عن الحرب الأوكرانية الروسية ومآلات الموقف الغذائي العالمي، لذلك نحن ليست لدينا قيود، ليست لدينا حدود في أننا نتعامل مع مصر في طرق أو طرق معالجة الفجوة الغذائية التي يمكن أن تنجم في المستقبل. الجزء الثاني والأخير وهو ما تقييمكم لإقامة
كانت هذه الفترة تقييم إيجابي للأجساد دي؟ طبعا العلاقة بين مصر والسودان ما تغيرت، العلاقة الشعبية قائمة، السودانيين الموجودين في مصر تعاقبت الأنظمة المختلفة، هم نفس التعامل، نفس الواجبات والحقوق، نفس اتفاقية الحريات الأربعة موجودة من قبل النظام السابق ومن قبله. معنى ذلك أن العلاقة لا تتأثر بالأنظمة، ربما بعض التجاذبات أو التضاربات السياسية، لكن العلاقة الشعبية علاقة ما تأثرت أبداً، وهي الأساس. العلاقات تبنى على هذه العلاقة، والدبلوماسية الشعبية حتماً عندها أدوار في أنها تزيب مثل هذه التقاطعات التي تنشأ سياسياً في بعض الأحيان. صحيح في بعض الأصوات، هذه الأصوات ربما من حساسيتها تجاه العسكريين، نتحدث بصراحة أن هنالك من يرى أن مصر تدعم العسكريين، لكن مصر تدعم السودان ولا تدعم العسكريين أو المدنيين، وأن كل الدعم السابق كان موجه للدولة السودانية، ليس هنالك فرق بين العسكريين أو المدنيين في قيادة الدولة، لكن هنالك جهات ربما لديها مصلحة في أنها تعكر صف وهذه العلاقة، وأظن هذه الجهات معلومة التي لا تريد استقرار للمنطقة. العلاقة مع إسرائيل، نحن نفتكر أنه نحن كسودانيين بعد التغيير الحدث نريد أن ننفتح على كل العالم، لا نريد أن تكون لدينا عداوات مبنية إذا كانت عقائدية أو خلاف. نحن نؤمن بأن العلاقات الأساس فيها التصالح، ده الأساس، ما عدا ذلك هي ليست من الأمور الطبيعية، لكن العلاقات الطبيعية الأساس فيها هو التصالح والتسامح بين مختلف الشعوب والأديان. الترتيبات الأمنية فعلا واجهتها بعض الصعاب، هي واجهت اتفاق سلام جوب عموما، وهذه المصاعب تعتمد بشكل أساسي أو جلها هو اقتصادي. الترتيبات الأمنية تحتاج إلى تمويل، وهذا التمويل هو العقبة الأساسية في طريق إكمال إدماج القوات. الآن بدأنا بالقليل أو بالموجود، بدأنا حركة فعلية الآن، بدأت في الفاشر وفي بعض المدن الأخرى، بدأنا بإخراج القوات وتجميعها في مناطق محددة، وبدأت هذه القوات تبدأ في إجراءات الفرز والتصنيف، وجزء منها دخل معسكرات التدريب. نتوقع أن يصير هذا الأمر بصورة جيدة إذا كان وجدنا الدعم الذي وعدت به الجهات المانحة. طبعاً لما تم توقيع الاتفاق في جوبا، كثير من الجهات الدولية الإقليمية وعدت بأنها ستدفع لإكمال هذا الاتفاق، لكن بكل أسف الاستجابة ضعيفة وبطيئة، لذلك تعسرت هذه الأمور. هذه الترتيبات لدمج القوات تسير بصورة جيدة وبترتيب متفق عليه، وفي النهاية ستستكمل هذه الإجراءات وسيصبح للسودان قوات مسلحة واحدة. علاقة مع روسيا، نحن بنعتبرها مثلها مثل بقية دول العالم، علاقتنا كلنا في العالم نعرف أن العلاقات الثنائية مبنية على المصالح المشتركة، متى ما كانت هنالك مصلحة مشتركة حتما ستمضي العلاقة في الاتجاه اللي يخدم هذه المصلحة. وهل تم تغيير
نحن طبعا ندعم كل الإجراءات التوافقية في ليبيا، وهذا موقفنا، وموقفنا واضح أنه التوافق الوطني مطلوب، الحوار بين المجموعات مطلوب، وظللنا نتحدث مع الجانبين في ضرورة أنه يجلسوا سويا ويحلوا المشكلة بالتوافق وبالتراضي بدون دخول في نزاعات. طبعا تحدثنا في هذا الأمر، وهذا أظنه متفق على يجب أن تدعم الشرعية. من هي الشرعية؟ الشرعية التي توافق عليها الأطراف، متى ما تم توافق حتما ستكون هنالك شرعية للجهة التي يتم التوافق معها. هناك شرعية ثالثة في الدليل يقول أنه شرعي، وهناك مجلس نواب عين ويدين شرعية. نحن ندعو لأن تتفق هذه المجموعات حتى تكتسب الشرعية. لدينا طرح وحيد أظنه سيفضي إلى التراضي، وهو التوافق الذي نتحدث عنه. متى ما حصل توافق بين القوى السياسية، نحن تحدثنا صراحة أنه متى ما القوى السياسية تراضت نستطيع أن نقدم لهم كل ما يطلبونه بدون حدود. كل ما تطلبه القوى إذا اجتمعت سنقدمه لهم، حتى للتخلي عن لتسليمهم السلطة. ليس لدينا حدود وليس لدينا مانع في ذلك. ولكن هذا التوافق يحتاج أن يترجم إلى خط الطريق، واحد، اثنين، ثلاثة، يؤكد ما تدعون إليه بأن العسكريين لا يبقون السلطة. إذا نحول هذه النية الطيبة إلى واقع لنحتوي الشعب السوداني وشعب واحد، ومستحق مصر أن يكون السودان آمن. نحن طرحنا هذه المبادرة وقدمنا إلى القوى السياسية والقوى المجتمعية الأخرى بما فيها لجان المقاومة، هؤلاء الشباب الذين لا ينتمون إلى أحزاب. متى ما اتفقتم سنسلمكم أمر إدارة الدولة، أظن لا أكثر من ذلك. ألا تعتقدون فخامتكم أننا نحتاج أن نفكر خارج الصندوق قليلاً ونبدأ نقطع الطريق على الدخلاء الذين لن يستفادوا من السودان فخامتكم؟ بإذن الله نعمل على هذا الأمر. أتمنى ذلك إن شاء الله. نحن ملتزمين في السودان بأن التنسيق بين الدول المشاطئة ليس منه فكاك. السودان
ملتزم تماما بالتنسيق مع مصر، مع السعودية، مع كل دول الجوار، وأننا سنتفق على كل خطوة مقبلة يقوم بها أي من الأطراف. نحن ننظر الآن إلى قضية سد النهضة بتفاؤل، ونتمنى أن نصل إلى تفاهمات مشتركة بين الدول الثلاث، وهذا ما نرجوه ونتمنى أن نرى ذلك قريبا. لا تفاوض، أنا أظن أن مثل مجلس الأطراف للتفاوض ستصل إلى اتفاق. كل سوداني وكل وطني وكل مهتم بالشعب السوداني ويهمه استقراره، حتما الظروف المحيطة ستدفع إلى الجلوس وستدفع إلى التفاوض والتحاور، سيما نحن في القوات المسلحة كنا مستعدين بأننا نذهب إلى أبعد ما يتصور الفرقاء السودانيين.